بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ورحمة ومحبة. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن فعاليات هذا السباق المحلي الأول في هذا اليوم الأربعاء 9 سبتمبر الموافق 21 من شهر محرم لعام 1442 للهجرة. وينطلق مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم على الهواء مباشرة أول أشواط الفترة الصباحية، أول أشواط الجداع للأشواط العامة، ما يعرف ويسمى في المتعارف عليه بهجن أبناء القبائل. هكذا مشاهدينا الكرام في كل مكان في الوطن العربي الكبير وفي أرجاء المعمورة ينطلق هذا الشوط عبر هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع وأحداث هذا السباق من هنا من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي، عبر محطات التلفزة، قناة الريان الفضائية، قناة الدوري والكاس، موقع الأبرقة لسباقات الهجن. ورحب بالمشاهدين الكرام، بالمتابعين الأعزاء في كل مكان حيث ينطلق هذا الشوط بشعاراته، بأسمائه، بملاكه الطامحين الطامعين في انتزاع الأشواط الرئيسية. هذا الشوط هو أقوى الأشواط على الإطلاق من ناحية القوة، من ناحية الإثارة، من ناحية الندية، من ناحية الإنجازات، من ناحية الهجن الحاضرة ذات السجلات الحافلات في سنواتها الماضية. نتجه مشاهدينا الكرام أيها الأعزاء الكرام إلى مقدمة الشوط لنتعرف على المراكز الأولى في شوط واحد. في الشوط الأول حضروا في شوط واحد قويين العزوم، كل راعي بكرة عارف مقياسها. والمقدمة مباشرة مع المركز الأول مع صدارة الشوط منصورة على المقدمة، على صدارة الشوط لعبد العزيز بن علي بن عبد الرحمن الجميل التميمي مع مقدمة الشوط، تليها على المركز الثاني تصل اليمامة لمحمد بن طينان بن عايض العذبة مع المركز الثاني، الدور والنقلة التالية إلى المركز الثالث تصل وتتقدم الجذابة لسعيد بن سالم بن سعيد بن مهيرة، بينما الدخول على الجذابة والتسلل في هذه اللحظات يا الكمبيوتر وصلت أجيال لسعيد بن عبد الله بن حمد بن ملهية، يقدم أجيال بهذا الاسم المميز، بهذا الاسم الجميل، بهذا الأداء الأكثر من جميل. بينما المركز الرابع تنطلق فيه غربية أو غريبة لصالح بن حمد بن مبارك النابت بن هاملة، يقدم غريبة على المركز الرابع. بينما المركز الخامس تنطلق في المركز الخامس الجذابة لسعيد بن سالم بن مهيرة. هذا هو نيدان الأول مشاهدين الأعزاء مع انتصاف مسافة شوطنا الرئيسي أقوى أشواط الجداع اليوم. من المتنومس اليوم؟ من سعيد الحظ؟ من سينتزع نخبة الجداع أقوى أشواط الجداع في هذا الصباح؟ شوط ملتهب، مضمرين، طامحين، طامعين لانتزاع ناموس هذا الشوط لما له من أهمية كبرى عند المضمرين، عند الجماهير، عند الملاك. وأسماء حاضرة قوية اليوم، أسماء رنانة، أسماء فنانة حاضرة في هذا الشوط الأول الرئيسي. بن ملهية جر الشوط والشوط جر يا بن ملهية، أجيال جرت الشوط كعادتها دائما في وقت مبكر من عمر هذا الشوط. الله يا أجيال 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 على مقدمة الشوط سعيد بن عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية يدفع بأجيال مع الكيلو ونصف الكيلو الأخيرة عن خط النهاية. بينما المركز الثاني ومن ترفع راية التهديد وتتسلل بل تتقدم منصورة لعبد العزيز بن علي بن عبد الرحمن الجميل التميمي. المركز الثالث يصل شعار بن هاملة مع غريبة على المركز الثالث تتحرك أو غريبة تتحرك
الغريبة على المركز الثالث مع أيضا برهاملة تنطلق بشعار برهاملة الشعار، أيضا نافس على أشواط الرموز في الأشواط وانتزعها صالح بن حمد بن هاملة أحد أشرس المضمرين أحد خبراء التضمير. بن مهيرة قادم بشعار الجزيرة بهذا الشعار الذي صار وجال في كل الميادين مع المركز الرابع الدور دور المركز الخامس. ومن تتقدم الهلالية، مرحبا بالهلالية، مرحبا بالهلالية راعية الإنجازات في العام الماضي، وأيضا هذا الشعار الذي صار وجال في يوم الحقائق. هذه الهلالية من الأسماء المرشحة، من الأسماء القوية، مع محمد بن سعيد بن طفله المري يقدم الهلالية، بينما أعود إلى أجيال أجيال بن ملهية والسبعمائة متر الأخيرة. لا خوف على أجيال، خلك مرتاح، خلك مرتاح ومبسوط ومريح يا بن ملهية. مع أجيال، مع أجيال، الله سلام يا أجيال، سلام على هذا الأداء. بكل ثقة، بكل فخر، بكل اعتزاز، بثقة الكبار، بثقة الكبار يقودها بن ملهية إلى ناموس هذا الشوط. أحد كبار المضمرين، أحد المخضرمين يقودها بدون أي أوامر، يقودها إلى بر الأمان، إلى بر الأمان. تحركت أجيال تقدم هذا العرض الفنان، هذا العرض الاستثنائي. أجيال الشوط الأول أقوى أشواط الجذاع المفتوحة على الإطلاق في بداية الموسم مع بن ملهية. كعوائد هذا الشعار، كعادة هذا الشعار، الحضور في الأشواط الحساسة، في الأشواط القوية. سلام يا أجيال، سلام، تهانينا لسعيد بن عبد الله بن ملهية، أهنيك، أهنيك على هذا الفوز وعلى هذا الانفراد وعلى هذا الأداء. والشوط الأول مع أجيال، والشوط الأول غير، وناموسه غير يا بن ملهية. تهانينا والناموس لمالك أجيال سعيد بن عبد الله بن حمد بن ملهية. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت معزة لمحمد بن بريك بن محمد بن علي الغضيض. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت عرين لعلي بن راشد بن علي آل علي المعاضيد. المركز الرابع، المركز الرابع وصلتنا شيمة لصالح بن حمد بن صالح بوشريدة. المركز الخامس، المركز الخامس الهلالية لمحمد بن سعيد بن محمد بن طفله. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء، وهذا هو ملخص أقوى أشواط الجذاع في هذا السباق المحلي الأول الشوط المفتوح، يذهب مع أجيال ومع مالك أجيال بن ملهية. وهنيك على هذا المستوى الكبير لأجيال اليوم، وعلى شكل أجيال الفريد، شكلها المميز وأدائها الأكثر من رائع اليوم. ويجتمع في أجيال ما شاء الله تبارك الله الشكل الجميل والسبق والأداء الأكثر من يعجز عنها الوصف حقيقة. شكل هذه البكرة وأدائها اليوم 6 دقائق 4 ثواني جزء واحد من الثانية هو توقيت أجيال صاحبة الشكل الجميل. تهانينا والناموس لمالك أجيال الجميلة سعيد بن عبد الله بن حمد بن ملهية. تهانينا يا بن ملهية، وهنيك على هذا المستوى الذي ظهرت به أجيال في هذا الموسم. بينما المركز الثاني، تصل في المركز الثاني معزة قطعت المسافة في 6 دقائق 6 ثواني 85 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك معزة محمد بن بريك بن محمد الغضيض. تهانينا يا أبو بريك على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث، وصلت في المركز الثالث عرين قطعت المسافة في 6 دقائق 7 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك عرين علي بن راشد بن علي العلي المعاضيد. تهانينا وناموس لكل